ومن بيت جالا شمال غربي بيت لحم ينضم إلينا رائد الشريف مراسل الغد. رائد، ما تفاصيل ما يحدث لديك؟ نعم أحمد، في البداية صباح الخير. أبدأ من خلال آخر التطورات لعملية إطلاق النار. شرطة الاحتلال أعلنت بأنها قامت باعتقال منفذ عملية إطلاق النار على حاجز النفق إلى الشمال الغربي لمدينة بيت جالا على حدود مدينة القدس المحتلة. في ساعات الفجر وتحديدا عند طبعا ساعات السحور كانت شرطة الاحتلال أعلنت بأن حاجز النفق شهد عملية إطلاق نار من خلال سيارة فلسطينية مسرعة. بعد ذلك تمت يعني مداهمة منطقة الخضر ومناطق كذلك في منطقة بيت جالا. رائد، يعني بعدها لمن لا يعرف تفاصيل هذه وسيارات المنطقة إسعاف. نعم، ما التفاصيل أو ما المعلومات عن هذا الحاجز؟ نعم، حاجز النفق هو يفصل مدينتي بيت لحم والقدس المحتلة عن بعضهما البعض. كل هذه المركبات التي نراها في الصورة هي متوجهة الآن إلى مدينة القدس المحتلة، ولا يسمح للفلسطينيين إلا من يحملون الهوية الإسرائيلية للدخول إلى هذه المنطقة. لذلك هناك تواجد لجيش الاحتلال الإسرائيلي على هذا الحاجز. جيش الاحتلال الإسرائيلي قال بأن قواته تعرضت لعملية إطلاق نار مع ساعات فجر هذا اليوم، بعد ذلك نفذوا عملية مداهمة لمعظم المناطق القريبة من منطقة بيت جالا. وكان شهود عيان تحدثوا عن قرابة تقريبا 30 آلية عسكرية قدموا من منطقة كفر عصيون باتجاه هذه المنطقة، وبدأوا طبعا بعملية مداهمة لعدة مناطق. يعني في هذه اللحظات أحمد هناك تواجد لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مقربة منا عند الشارع الالتفافي الذي نقف فيه، وهم يراقبون طبعا عملية البث المباشر التي تتم في هذه اللحظات من خلال نقل الصورة ومتابعة الأمور هنا في مدينة بيت جالا. كانت المنطقة شهدت نشاطا عسكريا إسرائيليا كبيرا حقيقة في اللحظات الأخيرة بعد عملية إطلاق النار، وهنا يعني تواجد لجيش الاحتلال الإسرائيلي كما نتابع في الصورة لطبعا متابعة كل مجريات عملية إطلاق النار ويعني الحديث الدائم بخصوص يعني النشاط العسكري الإسرائيلي الذي تنفذه قوات الاحتلال في المدينة وتحديدا هنا على حدود مدينة القدس المحتلة. لذلك ربما قوات الاحتلال يعني أعلنت عملية انتهاء يعني البحث عن المنفذين كونها تحدثت بأنها قامت باعتقال المنفذ وهو مصاب بجروح طفيفة. على ما يبدو أطلقت النار باتجاهه أصيب. ليست هناك تفاصيل بخصوص يعني إصابة الشاب الفلسطيني أو حتى هوية الشاب الفلسطيني الذي نقلته قوات الاحتلال مع ساعات فجر هذا اليوم إلى التحقيق. نعم، إذن هي إصابة واحدة أو اعتقال واحد فقط. نعم صحيح، قوات الاحتلال تحدثت عن اعتقال منفذ عملية إطلاق النار وقالت بأنه مصاب بجروح طفيفة، وبعد ذلك غادرت المكان بعد عملية مداهمة لحي الإسكان لمدينة بيت جالا وكذلك بلدة الخضر جنوبا لمدينة بيت لحم. وبعد اقتحام يعني عشرات الآليات العسكرية لمدينة بيت لحم وبلغوا عن نشاط أمني كبير للاحتلال الإسرائيلي في المدينة منذ ساعات فجر هذا اليوم. رائد الشريف مراسل الغد، كنت معنا من بيت لحم، شكرا لك.